كانت قضيه حضوراتها سنشارك معا في مجموعه محطات تقويه المنتخبين، سنعمل جميعا للترافع على قضايا الشان المحلي والشان الوطني، وسنقدم تجربتنا الوطنيه في لقاء دولي، وسينتهي كذلك بتمويل اللجنه الحره والبيضاء. ستمول 8 مشاريع لجمعيات على مستوى الجهه، اذا هناك ارتقاء، هناك مجموعه من المعايير تنضج فيها. هذا هو الملخص. رغم اللقاءات البسيطه اللي درناها بزاف في الشاول في القرى، بينت على ان الحضور عنده تساؤل، عنده استفسارات، خصو وضوح، خصو كيسال اشياء بسيطه ولكن مهمه وجوهريه للمهنه. لهذا افتح الباب للاخوان والاخوات باش يطرحوا علينا اسئله، باش يتسالونا، باش اذا كان شي استفسار، اذا كان شي ابهام، اذا كان شي حاجه ما نعرفوهاش، اذا كان شي سؤال في البساطه ديالو تكملوا الاهميه ديالو بالنسبه لنا كمجريه وكجماعه او الجماعه الترابيه، سواء كانت الجماعه العائله او المجلس الاقليمي الذي سنقود معا هذه المحطه. هذا هو الباراليزم. ناخذ القرار، كل واحد يجي القرار ديالو، ولكن انا اقترح القرار ديالي. ناخذ السنه الماليه، ماشي السنه الماليه، الجماعات الترابيه، الجماعات الترابيه ناخذوا وما ناخذوش، هذا الشان هو. اما انا يجب ان اكون ماشي اقترح، ان اكون قوه اقتراحيه. كيفاش اشغل هذا المعاقب؟ كيفاش غنعدل مساحات عموميه والجه؟ كيفاش غنعدل مساحات مدارس عموميه والجه؟ وبالتالي على ان هذا مشروع لا يركز مباشره على الاشخاص ذوي الاعاقه، ولكن يركز على القضايا الكبرى ديال المواطن والمواطنات، وللمعاقين جزء لا يتجزا منه. اضف الى ان المشروع، وهذا الاخوان اللي عندهم يمكن بالفعل المشهد ديال العمل الجمعوي صباح اليوم نوعا ما، ونقولوا فيه الطالح والصالح، وبالفعل كانت هذه موضة، وكان مجموعة وكاينين دابا جمعيات اللي جدة وتشتغل على نفس الموضوع، هي تقوية المشاركة الديمقراطية للمواطنين والمواطنات في جدة ديال السيناريوهات. وكانوا جمعيات اللي تأسسوا أحزاب، وكانوا عارفين بأن موجات وكتابة وتمويلات وكاين، وبداوا، ولكن الصدى ديالهم لم يذهب بعيدا. هنا جمعية الحمامة البيضاء كما قال السي محمد عندها الضمانات ديال أن عندنا علاقات ديال الصداقة وديال ديال ديال اللي كتميز الحمامة البيضاء أكثر من اللي أن عندنا اتفاقية شراكة ديال الفلوس. عندنا ضمانات ديال المصداقية والشفافية ديال الجمعية اللي هي أرقى من اللي كنشدوه. سي محمد ما تكلمش على مجموعة ديال الأمور باش بعد ما حصلنا على هذا المشروع دوزنا لواحد الاقتحاص، بحال الإجهار. إذا أردت أن تكون جمعية بالمواصفات اللي خصك انك تجلس الى جنب ديال الجماعه الترابيه، يجب عليك القيام بمجموعه من الاصلاحات. واش ديال الاصلاحات؟ هاد واش الاصلاحات الاخوان لبعض الجمعيات يمكن انه يلاقي معارضات وان الجمعيات تنفجر، لان ليس في الصالح الجمعيه على ان يكون ديك الاصلاحات داخل الجمعيه، لان في ديك الاصلاحات بعض الفيروسات تنتعش. جمعية الحمامة البيضاء ما عرفتش هذه المحطة هذه، وأن الإصلاحات الداخلية ديالها هي باش